معكم بن عيسى خالد من ولاية غليزان بلدية مطمر، المتواجد في سيدي سعادة بلدية سيدي سعادة، مصلح تصليح الأجهزة المنزلية بما فيها الثلاجات، الكليماتيزر، ماشينا لافي، لي باندوين. هنا الحمد لله رانا نتعاملوا مع الناس هنايا، يعني نخدموا لهم الكل اللي عنده واللي ما عندوش، والحمد لله يا ربي. وهذه الحرفة راهي في مدة 6 سنوات، هذه الحرفة ديتها مع عند خويا عبد الكريم بن عيسى عبد الكريم، والحمد لله علمني غاية الحمد لله يا ربي. بصفة عامة في الصيف الجو يكون حار، تكون أعطاب كثيرة بما فيها لي كومبريسور تاع لي كليماتيزر، لي كومبريسور تاع الثلاجات. كاين زبائن يجونا، حنا نعرف واحد كيجيب لك يجيب لك ثلاجة، يجيب لك كليماتيزر، يجيب لك ماشينا لافي، حنا نعرفوه. يجينا حنا لي كليون باغ اكزومبل، جانا لي كليون حط في حط الثلاجة تاعه، كاين عطل في لي كومبريسور، كومبريسور يكون محروق، واش نديرو؟ نتفاهموا مع السومة، هذيك حاجة خاصة، نقلعوه. حنا نديرو التلحيم ديسودي، نديسوديه، نديسوديه الأولى، نقلعوه، نروحو نجيبو كومبريسور جديد، نفيدوه، نديرو له الفيتة تاعو جديد، أيا نعمرو له الغاز، أيا نسيو نسيو يبرد الفوق التحت. شوف كاين كيما مثل دروك الغاز تغير، الغاز راه متغير دروك، وكاين غازات احدث، التطور كاين تطور. كيما كان حنا الغاز تاع لي كليماتيزر الاونسيان كنا 22، دروك راه كاين 410، كاين 32، هذاك اللي يشعل النار، كاين شويه غاز دونجي وكاين غاز نورمال، هو المخير كاع هو 22. مسالم ما مسالم. وكيما الثلاجات راه كاين الغاز المليح هو الغاز 134 ريفريجون. حاجه واحده اخرى كاين مكيفات اكثريه تاعهم راهم يجوا خاصه لي فويت، كاين ثقب صغير يكون فيه لا في الكومبريسور ولا يكون فيه لا تيت داخل، وحده داخليه وكاين وحده خارجيه. حنا تاع لي فويت نقلعوه نتيستو تما، ما كاش نجيبو المحل هنايا ونتيستوه. انا جبنا الثلاجه باش نخدموا عند خونا خالد، يطوع الماء بارد راهي سخانه وراهي، هذا هو هذا هذا هو الحل. لا مليحه يخدم ما شاء الله ما شاء الله، ما من الناس كاع من جوارين الاخرين كاع الناس تهدر فيه في الخير، كاع الناس تهدر فيه في الخير. هذه هي هذه الخدمه تطلب معامله مع الناس، يجيك واحد لي كليون تعامل معاه، كراك داير لاباس، الثلاجه هذه تقصي على الثلاجه، اسكو تبرد الفوق التحت، تحكم معاه نورمال عادي كانك تعرفه مقبل هكا ولا هذه. يجيك واه
وان مقلق اللي يجي نتعاملوا معه احنا والله حسن المعامله. هي الخدمه تتطلب حسن المعامله مع لي كليون. النصيحه الوحيده اللي نقدمها للشعب ولمستعملي الثلاجات والكليماتيزات هي الضوء، هي الكهرباء. الضوء هنايا راه ينقطع، نوجه لهم وكي تشوف التيار انقطع الضوء انقطع نحي لي بريز، نحي او نحي لي بريز. كي يجي الضوء هي نورمالمون يجي الضوء يجي يا ثاب يا زايد بزاف. احنا نخلو تال الضوء يجي نورمال ويحكم يحكم الاخر تاعه ايا وبلاصي بريزه تاعك. شوف منطقة تاع سيدي سعاده هنايا ولايه غليزان انقطاع مستمر، انقطاع مستمر، والضوء هنا يجي زياده يجي نقصان. هنا راه يسبب لهم اعطاء كثيره.